دوركم البارز أولا في بادرة المصالحة وأيضا لتسوية بعض الأمور والتشاور فيها كأهالي مدينة تيجي وبدر وصيعان وباقي المناطق المجاورة، أيضا دوركم كعضو مجلس الشورى لثوار الصيعان في تعاملاتكم وأيضا تشاوركم وصيت وطيب العلاقة مع المناطق المجاورة، ودوركم في لجنة المصالحة ومجلس الشورى وحكماء ليبيا بالكامل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة يأتي يوم القيامة ومكتوب على جبهته ميؤوس من رحمة الله. أول شيء وجه كلامي للإعلام أن يكون إعلاما هادفا، وأن يكون إعلاما بناء للدولة. ونحن الآن لسنا في باب المزايدات، والليبيين كل شاركوا في ثورة 17 فبراير، والليبيين كل والقبائل الليبية كلها عندها ثوار وعندها أزلام، وقبيلة الصيعان من ضمن هذه القبائل، وما تعرضت إليه قبيلة مدينة تيجي وبدر من قبضة حديدية من قوات ومن كتائب القذافي. كان هناك 7 أنواع من الجهات العسكرية، كان هناك لواء 32، وكان هناك جحف المتطوعين، وكان هناك جحف محمد الخويلدي، وكان جميع وكان جحف المعاوي حتى هو معاهم. كانت القبضة هذه على الليبيين كلها، وكانت على الصيعان. من ضمنها عندنا سجناء شباب قبض عليهم من مدينة تيجي وبدر، حوالي 40 ولا 50 سجين. عندنا شباب هربوا ملقوش كيف يديروا. ويوم 17 فبراير الليبيين كل طلعوا ضد القذافي، ومن ضمنهم مدينة تيجي وبدر، وحرقوا المتاب وحرقوا اللي حرقوا. ولكن بموقع مدينة تيجي وموقع مدينة بدر كان ساحة معركة. هذا وإذا نسبة تعدادها السكانية مع إيه؟ نسبة التعداد، مع أن تصدق من تيجي لتكوت كانت كلها كتائب، ليش تحسب فيها على الصيعان بس؟ من جميع قبائل ليبيا كانت موجودة كتائب مع القذافي، وحسبت على الصيعان. كانت عندي دلائل أن 815 جريح من الكتائب دخلوا مستشفى تيجي، منهم حوالي 3 صيعان أو 4. يعني قبيلة ممات معانا من قبيلة الصيعان مع القذافي، مماتش مع حوالي 4-5 أنفار ماتوا في بدر وفي تيجي، أضربهم النيتو، شادين بوابة أضربهم النيتو. نتحدى أني أي صويعي مات خارج مدينة تيجي أو بدر، مع الكم الهائل من الضباط اللي كانوا في بدر وتيجي، 34 ضابط، أقل رتبة فيهم عميد نقيب، ومنهم العميد وعميد الركن ومنهم المقدم. هؤلاء كانوا في تيجي وكانوا مسيطرين على البلاد. كيف تبي بلاد من خارج المدينة، من خارج المدينة نعم. من قبائل ليبيا كلها المؤيدين للقذافي كانوا موجودين غادي. كيف تبي لقبيلة تعداد سكانها، وقبيلة الصيعان 80% من سكان من قبيلة الصيعان خارج مدينة تيجي وبدر، في طرابلس، في بنغازي، والصيعان شاركوا في جميع الجبهات. نعم. شارك عندنا ثوار في كتيبة العاصمة، شهداء العاصمة في نالوت، عندنا ثوار في يفرن، واذكر بالذكر اللاعب نصر الخطروشي. نعم. اخوه وليد الخطروشي كانوا في كتيبة بشير السعداوي، كتيبة محمد المدهون في الزنتان، في الرجبان، في مصراتة عندنا 3 شهداء، واذكر بالاسم مراد الزعكي واخوه مراد وعماد، وكان وجدي كركب جرح في مصراتة واستشهد في باب العزيزية. عندنا طيار صويعي اسمه محمد جاب الله السلامي من بنغازي، من 8 طيارين اللي ضربوا راتل قبل لا يضرب النيت. نعم. يا اخي هذا ليش ما قالوش عليه؟ ليش ما طلعوش الاعلام يسموه؟ هل نحاسب احنا على معاوي ولا الشوشان لان زلم من ازلام القذافي وكان من كتاب القذافي وكان يقاتل مع القذافي؟ ما كانش يعرف. نعم. النتيجه. والان الحمد لله انتم متواجدين معنا حتى تبرزون ايجابيات ودور البارز لكل ثوار ليبيا في مختلف ربوعها، واليوم الحمد لله أكيد. ونحن لسنا دعاة فتنة ولا دعاة قبلية، هذا من الجاهلية. نحن مسلمين
وليبيين، ودفعنا فاتورة زي ما دفعوا الليبيين، ممكن ودفعنا دم زي ما دفعت الليبيين، دفعنا سجون زي ما دفعت الليبيين. نعم. ليش 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 الثورة هذه قاموا بها جميع الليبيين، ما قامت بها قبيلة معينة نعم. ولا شخص معين. طيب فنرجو سنستكمل الحوار سيد عمر، ولكن نستوقف لحظات حتى نستمع لكلمة رئيس مجلس محلي تيجي الأستاذ بلقاسم يحيى، ومن ثم نعود. رئيس المجلس التسييري مدينة تيجي. طبعا احنا نتحدث على طبعا الحادثة اللي صارت خلال الأسبوع الماضي السبت الموافق 10/11/2012. الحقيقة بداية الحادثة هي كانت يعني زي ما تقول ممنهجة يعني للاعتداء على مدينة تيجي بدون وجه حق، لأن تيجي تعتبر من المناطق المشهود لها في يعني في عدة مناشط أثناء ثورة 17 فبراير، دعمت كل الجهات من منطقة جبل نفوسة ابتداء من مدينة توازن حتى لمدينة غيان، وقفت بكل ما تملك، والآن معروفة لدى الجميع يعني. دعمنا بكل مستوياتها، وعندنا ثوار طلعوا من أول بداية الثورة من 17 فبراير، والحقيقة ما يزايد علينا حد أن هذه حقيقة، مهما تو يتهموا فينا بأن احنا أزدام وكذا، كل المدن الليبية ما نقولش أن فيها أزدام، لكن الأزدام في أثناء يعني في أثناء معارك التحرير كل اللي قتل قتل، واللي هرب من خارج ليبيا هرب، ما فيش حد يزايد على الثاني. فالحقيقة الأخوة طبعا نحكي ملخص للحادثة، طبعا بداية اليوم السبت تقريبا قبل الظهر وصلتنا معلومة أن فيه مجموعة من وزارة الدفاع باش شنو عندهم برنامج يعني مش عارف يدور تقييم للأضرار الناتجة نتيجة طبعا ضربات النيتو في معسكر تيجي، كلفتهم طبعا الوزارة عشان يبحثوا في الموضوع. طبعا لما جونا طبعا بالتنسيق مع المجلس العسكري تيجي مشوا غادي للمعسكر، لكن وجدوا مجموعة مسلحة من الكباب. فاحنا لما وصلنا الخبر الحقيقة تفاجئنا شنو القصة يعني، هم المجموعة اللي كلفتهم وزارة الدفاع انسحبوا لما رأوا الأمور مش طبيعية، لو في ناس تشتغل هذه ويبوا ياخذوا دبابات، وجايبين آلية كشيء كبير زي ما يقولوا، بعدين يبوا ينقلوا دبابات لمدينة كابا. طبعا احنا ما عندناش خلفية عن الموضوع باعتبار اني موجود يومها بالصدفة عندنا، كان عمل شبه اجتماع مصغر اني ورئيس مجلس الشورى الأستاذ مفتاح الشايبي. شوي لما انتقلنا الخبر تأكدنا احنا، طبعا درنا اتصالات عمل مديرية الشرطة مديرية الأمن اللي هي في كابا، وقال راهو فيه راهو الموضوع هذا فيه رسالة جاية من رئاسة الأركان لشان بياخذوا دبابات لمقر اللواء، اللواء جبل نفوسي اللي هو مترأس واحد اسمه خالد روبخ، وراهم جايين برسالة رسمية باهي. هم لما تأكدنا من المعلومات هذه طبعا انتقلت أنا والسيد مفتاح الشايب رئيس المجلس بصحبة عضو من مجلس الشورى، انتقلنا لعين المكان. طبعا وجدنا بعض الأخوة من كباو اللي هو السيد إبراهيم مخلوف رئيس المجلس، طبعا أعتقد يكون الزمار استقالوا خلال الأيام الماضية حسب علمي، في واحد تاني رئيس المجلس العسكري اللي هو عبد الله مخروف أيضا هو موجود، والسيد خالد هذا روبخ اللي هو مسؤول مقر اللواء هذا اللي في الجبل. على كل حال تحدثنا معاهم في بالخصوص، قلنا كيف أنتم علي يعني علي أساسيين للمنطقة، والمعسكر باعتباره في وسط مدينة تيجي هذا مشهور معروف يعني، لا جيتوا للمجلس العسكري استأذنتوا منه، لا خبرتوا لا أعطيتوه معلومة يعني كونا جايين تنقلوا الأشياء هذه، ولا جيتوا للمجلس المحلي ولا الشورى ولا شاورتوا حد جوا كيف والوضع عارفين. كانت في أحداث سابقة قبل شهر أو شهرين، أنتم عندكم باع علم ممكن ربما الجميع يعلم هذا، فالمنطقة متوترة.
في توتر يعني في المنطقة باعتبار في خلافات. وجت حتى رئيس الأركان فيما سبق قبل شهر ونص ولا شهرين، جت لجنة من رئيس الأركان وكلفوا الشرطة العسكرية بحراسة المنطقة، يعني وضع بوابة بين منطقة تيجي وكاباو. المهم ما صارش من وضع البوابة ولا صار شيء، دليل على أن نقول لك إني من قبل فيه يعني فيه احتكاك، فيه مشاكل بينه وبينهم على الأمور اللي نحكي لك، التجاوزات والاختراقات اللي يدوروا فيها دائما. عندنا مزارع كم من مرة يحرقها في جنبنا، عندنا أكواخ أكواخ للمتابعة للرعاة يحرقها. قصدي ديما كم من مرة يجوا يستفزوا هنا في المنطقة، يديروا سيارات مسلحة لا كل أشياء موثقة موجودة، كل شيء موثق، نتكلم فيك بأمور رسمية. والحقيقة اجتمعنا كم من مرة حتى لما جو هني الأخوة بعض الأعيان بتاعهم، في ناس عقلاء الحقيقة مش راضيين للأمانة، وجونا كم من مرة وتحدثنا معهم ومشيناهم أيضا. اجتمعنا في كبا كم من مرة، سواء كان المجالس المحلية أو مجالس الشورى في المنطقتين، وتحدثنا بهذه الأشياء الحقيقة. ولكن للأسف ما لاحظ فيه هنا في مدينة كبا ما فيش سيطرة على بعض الأشباه الثوار الحقيقة، ما همش ثوار للأسف يعني. الثوار لا يمكن يوصل للأشياء اللي يديروا فيها الثوار، يعني أنا متأكد أن الثوار على مستوى ليبيا بيوم اللي تم تحرير البلاد كل واحد رجع على عمله وسلم سلاحه ومشي على حاله. لكن هؤلاء الناس اللي لاحظوا فيهم كل يوم دايرين مشاكل وكل يوم احتكاكات في المناطق، هذه كلها دليل على أنهم همش ثوار الحقيقة. فإحنا على كل حال تحدثنا معاهم بالخصوص، بدينا في تحدثنا معاهم في الموضوع، فقلنا لهم يا جماعة تو كان يفطر فيكم زيتوا واستأذنتوا على الأقل ولا أعطيتونا علم لأن الوضع متوتر. وإحنا الحقيقة لما انتقلنا للمكان فيه يعني فيه احتقان في المنطقة زي ما أنت عارف، الشباب قالوا كيف معناها يجوا لي داخل عقر دارنا يحددوا فينا بأسلحة وراجمات، وجايبين آلة حفر كبيرة تو يقول جايين من أمن المعسكر في الحادث اللي قام تاع البارح. هذا الحقيقة يقول في كلام ماهوش مسؤول، كلام مو صحيح، ما عندهاش اساس من الصح. يعني المدينه انها فيها اصدام وفيها ناس تجتمع بها، هذا كلام غير صحيح. احنا المدينه لعلمك من اول يوم ثارت الى هذه الان الحمد لله ما فيها الاصدام ولا زي ما قلت لك. والزار حتى السيد المستشار عبد الجليل في شهر 12 الماضي، وزارها السيد رئيس طبعا وزير المرافق والاسكان، وزار كم من شخصيات مهمة في الدولة اللي بيه زارتها ودارت ولاحظت كل شيء عمل طبيعي. طبعا عندنا جسم جديد اللي هو من جسم محل مجلس المحلي باطن الجبل بمراقبته ونمارس في أعمالنا حياتنا طبيعية بدون أي شيء. مشاهدينا الكرام تابعنا معكم كلمة رئيس مجلس محلي تيجي الأستاذ بلقاسم يحيى، وبعد أن تابعنا هذه الكلمة نعود لاستكمال حديثنا في هذه الندوة حول ملابسات معسكر تيجي مع ضيوفنا الكرام الأستاذ سلام زمونة أحد ثوار سيعان وبشير رحوم عبد الناصر وأمر سرية الشهيد محمد المدهون والسيد عمر أحمد عضو مجلس الشورى ثوار سيعان. نعم نستكمل حديثنا في الجزئية التي توقفنا عندها في سردك لإبراز دوركم كثوار. نتألم لأي دم، لأي دم، والله يوجعنا حتى الشخص اللي مات، وعندنا 31 جريح الآن في هذه المشكلة اللي صارت، 31 جريح منهم 5 في العناية، منهم واحد ممكن ميت سريريا، لكن ما نقولش عليه ميت أنا لأن ما فهمت الأعمار بيد الله. الأعمار بيد الله. يا أخي الأمم المتحدة لما جت ضد القدافي ما جتش من فراغ، لما القدافي بدي يضرب في الليبيين بالجراد يجي العالم كله ضده. هي مشكلة صارت في معسكر قذفنا بالجراد، وحتشوف المعسكر مدمر من قبل النيتو من يوم من قبل 17 فبراير. النيتو لما ضرب النيتو ألم أرحم الليبيين في بعضهم لبعض، أم النيتو ضرب أماكن معينة معسكرات، إحنا قصفنا بيوت طاحت على أملها، عائلات جرحت، أطفال، نساء. يعني ليش 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 الظلم هذا كله؟ الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتهم بينكم محرم. دعنا الآن في الجانب الحالي ودوركم في إبراز مشاركاتكم في ثورة 17 من فبراير، وأيضا مجهودات كل أهالي ليبيا ومدن ليبيا في حفظ الأمان ووحدة التراب ودرء الفتن تحديدا. سيد سلام. نعم اسمح لي يا أخي محمد،
نحن مش نقدموا فاتورة للأعمال اللي قدمناها، ولكن حق الرد وإبراز بعض الجوانب. نعم، رصيدنا واضح، وفي الثورة هذه وما قدمناها رصيدنا واضح، ومانيش محتاجين، لأن الأفعال وليس أقوال. هناك بالتأكيد. من يقول ولكن الفعل لا شيء. نحن قدمنا، والتاريخ شهد على شهدائنا الذين في جميع بقاع ليبيا، يعني من جبهة البريكة لدينا يامن الطاس أحد شهداء هذا اللي نعلم به، غير اللي الشهداء والجرحى الآخرين. لدينا في مصراتة، لدينا في الزنتان. فصراحة نحن وطنيتنا الآن، مرحلة الثورة انتهت، والآن يجب علينا أن نتجه إلى مرحلة الدولة. نعم، والبناء. نعم. والبناء. نحن سعينا وشهدانا ماتوا من أجل أن يكونوا دولة القانون، دولة العدل، لا للمزايدات. لكن نرى أن دماء شهدانا قد يراودنا بعض الشك أحيانا، أن دماءهم ذهبت هباء. نلاحظ أن والله في أنفسنا أحيانا تراودنا شكوك كثيرة، أننا لا نعرف أين نتجه، من يقودنا، لماذا نفعل هكذا. مدن تتناحر تتقاتل بدون سبب. فالموضوع نطلب من أصحاب العقول والحكماء أيضا والحكماء دور والأعيان أن لا يجعلوا لصغار العقول أن يقودوهم ويقودوا ليبيا إلى التهلكة. نحن شعب طيب، لا نستحق أن نعاني من هذه المعاناة. عانينا من نظام المقبور 42 سنة، فالصراحة ما نحن مستعدين. نعم. أن نعاني أكثر من ذلك. أكيد، ونحن نشد على الروح المعنوية العالية لكل ثوار ليبيا، ونعول على دور البارز للدولة الحالية. أسمح لي أخ محمد، إن أهل نعم. كاباو لدينا معهم علاقة اجتماعية جيدة جدا، وهم امتداد جغرافي لنا ونحن امتداد جغرافي لديهم. وللأمانة يعني هم أشاروا أن علاقتهم ولقاءاتهم مع أعيان وحكماء والصيعان وثيجي جيدة جدا، وهم على تواصل مع بعض. ولكن الأمانة يعني أحيانا لا تطلب المستحيل لكي نصل إلى بر الأمان. نعم. أطلب ما هو معقول، لا تطلب المستحيل. نطلب من عقلاء وأهالي كاباو، الحكماء والطيبين، أن لا يجعلوا للفتنة بينه وبين جيرانه، ربما حتى أسباب شخصية يعني بين أفراد. نعم نعرف بفتنة. ولكن لا نريد أن ندخل في هذه المواضيع. فخالد، نتمنى لعقلاهم، ونشكر كذلك لجان المصالحة من نالوت ومن الحوامد ومن زغارة، والصراحة قايمين بدورهم وعندهم جهد كبير، ونشكرهم لأن كل من ساهم في إيقاف قطرة دم نسدد على خطاه وندعو له ليل نهار. ونحن بصراحة ونحن نشد على كل من يضع ليبيا بين نصب عينيه ووحدة ومصلحة البلاد في المقام الأول. سنستكمل حديثنا معكم، ولكن يشير الزملاء لورود مكالمة هاتفية من السيد صادق براق، رئيس مجلس العسكري الصيعان. سيد براق، كنت معنا في الاستماع، أهلا بك. أولا السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مسي عليك أخي الكريم وعلى ضيوف الكرام وعلى المشاهدين الأعزاء. نعم. أولا نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا والمفقودين في العودة الميمونة. بعد ذي بدء نتكلم بالتفصيل أو تبوا باختصار عن المشكلة بالضبط. يعني نعم، السادة المتواجدين معي أشاروا وسردوا بعض الجوانب الهامة حول ملابسات الحادثة، لكن نريد منك قبل أن نسألك يعني عن تبيان وبعض الأحداث التي جرت، كونك تشغل منصب رئيس مجلس عسكري الصيعان، حدثنا عن دوركم وواجباتكم، وكيف هي أوضاع وأيضا أجواء العامة داخل شوارع مدن صيعان وتيجي وبذر، كونكم تشغلون رئيس مجلس العسكري الصيعان، كيف هي مهامكم اليومية ودوركم في تنظيم أعمالكم الميداني لحفظ واستثبات الأمن وراحة المواطن؟ والله دورنا احنا من بداية التحرير كنا في مقاتل مع أخواننا في الجبل من حوالي شهر 4/5/2011. نعم. وشاركنا في جميع معارك، أغلب جلها، جميع معارك التي حدثت، معارك التحرير
ابتداء بمعركة تحرير شكشوك وقصر الحاج ووصول لأبير عياد وفك الحصار على قلعة، إلى معركة غزوة البابول، إلى معركة الكسارات اللي بجنب قبل بير عياد بير غنم، إلى معركة تحرير بير غنم، إلى معركة المحمية، إلى تحرير الزاوية، إلى معركة بدر تيجي، إلى معركة تحرير طرابلس. وبصراحة كانت الروح طيبة، كانت النية صافية، وكانت القلوب متوحدة، ولكن للأسف يعني ما تلقاش تفسير اللي يحدث الآن. يعني مشاكل شخصية بين قبائل أو مناطق على أراضي، ما فيش منطقة في نزاع بيناتها، تجد بين الأسرة الواحدة في نزاع، لكن الإنسان يحكم عقله ولا يحكم السلاح. إذا كان ينفع نفع القذافي اللي كانت عنده أكبر ترسانة ممكن في العالم. نعم. نهايتها كيف كانت؟ حادثة في منطقة تيجي، أحكيت في معسكر تيجي السبت اللي قبل الماضي. إحنا من 6 أشهر فاتت، حوالي 6 شهور 7 شهور، تم تشكيل المناطق العسكرية ومن ضمنها المنطقة العسكرية الغربية. فكانت إحنا كنا ضمن الحدود الذرية، منطقة بطن الجبل كانت ضمن الحدود الذرية لمنطقة المنطقة العسكرية الغربية التي يرأسها السيد العقيد ركن خالد درع. فجانا للمنطقة وغادرت معانا وقال لي المعسكرات في المنطقة، قلنا تفضل ما فيش مشكلة، بكرة حين فعلا مؤسسة الدولة. فالتقيت به وبسيد رئيسه كان عام اللي هو ركن يوسف المنقوش، وجلسنا في مكتبه في طريق المطار، وقلت له احنا مستعدين نسلموا جميع المعسكرات، معسكر تيجي، معسكر بدر، مربع استخبارات تيجي، مربع استخبارات الجوش، مقر سريه حمايه الوطية قاعده، واحنا مع تفعيل الدوله. يجب الدوله تاخذ مهامها، يجب نجمع العسكريين اللي مدان تحاكم المحكمه العسكريه او النيابه العسكريه، واللي مش مذنبة وما سهمش في دماء الليبيين يشتغل هذا ليبي فخير وبيدافع عن أرضه فخير. وتم تفعيل كتيبة مشاة تحمل رقم 157 في بدر، ومعسكر تيجي معسكر كبير وفي نفس الوقت فيها أضرار كثيرة من قبل قصف ناتو، يحتاج إلى صيانة كبيرة ويحتاج إلى مشروع. فتم كل التسليم هذا تم في مقر رئاسة حضور السيد آمر المنطقة العسكرية الغربية وسيادة اللواء يوسف المنقوش رئيس أركان العام. نعم. وبالمناسبة قال لي ممكن نجيكم زيارة لمنطقتكم هذه ونديروا مراسم تسليم واستلام، ولكن الظروف شاءت أنا كمرت في مشكلة زي كذا ومهامه كثيرة حقيقة، فما لمناش عليها صراحة في هالوضع هذا. ولكن رسميا مستلمها، وجدت لجان من المنطقة العسكرية الغربية مفرزة لتفعيل الآليات الموجودة تحت الأنقاض، وكلها بحضورنا احنا. بس الوقت فعلا من الأشغال العسكرية كان يرأسها مقدم مهندس حامد هرودة، ومعاه مجموعة من المهندسين واستقبلناها في المنطقة وقعد معنا جي 3 أو 4 أيام، صبتناهم وداروا مقايسات المعسكرات بالكامل وروحوا ورجعوا ويفعلوا في أمورهم. يعني الأشغال تحتاج إلى ميزانية، تحتاج إلى تصورات، تحتاج إلى تصميم، فماشيين في طور الإنشاني، بيكون عصا موسى يملكهم بيفعلوا المعسكرات وبيردوا جيش في يوم وليلة يعني. نعم. وجدت لجنة أخرى مفرزة برأس العقيد طاهر فزاني من منطقة الزاوية العسكرية، من المنطقة العسكرية الغربية، وسحبوا من مجموعة من الدبابات من المعسكر تيجي تحت الأنقاض، وداروا طلبيات لقطع غيار لها وبفاعلها، قصدي تولى تحت إمرة الدولة وشرعية الدولة. نعم. الدولة. وجاء بعد ذلك السيد مدير ديوان رئاسة الأركان العميد أحمد قطراني ومعه مجموعة من الضباط، وداروا جولة في المنطقة غادي، والقول شرعية الدولة متفاعلة يعني صراحة. نعم. وإحنا دورنا اختصر في فترة الأحداث قبل تأسيس وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو رئيس الأركان، لما تأسست الرئاسات وتأسست الوزارات فإحنا اندمجنا فيها، أعطينا شرعية الدولة، فضعفنا من هيبة المجلس العسكري وقوينا من هيبة الدولة بتشكيل مديرية أمن بطن الجبل، بتشكيل كتيبة مشاة 157، بتشكيل يعني أمور عسكرية رسمية تتبع الدولة مباشرة، تتبع جهات اعتبارية. نعم. بتفاجأ الأسبوع السبت قبل الماضي إن مجموعة قوة مسلحة من منطقة كاباو، طبعا جيراننا منطقة كاباو، داخلين المعسكر، فجوني يتكلموني من قاعد هنا في طرابلس ناخذ دورة فنية، فاتصلوا بي شباب المنطقة قالوا لي راهو موضوع فيه وفيه وفيه،
الشمسيه قال لي اه في مجموعه مسلحه من كباو دخلت المعسكر وسيطرت عليه ودارت بوابه قدام المعسكر. ومعه جتهم سياره من مركز الشرطه تيجي ورزها. جو عيان المنطقه والمجلس المحلي قال ما رجعوا. فاني واحد الاشخاص اللي وصل للقوه هذه كلموه جماعه الكباو قالوا احنا عندنا رساله من رئيس الاركان بيستلم المعسكر. فبلغني بكلام هذا اتصلت منه برئيس بامر المنطقه العسكريه الغربيه الاخير خالد دراف. قلت له يا سيد خالد الموضوع هل انتم معطين تصريح لاستلام المعسكر؟ قال استلمني شخصيا يعني يمثل المنطقه ما اعطيتش تصريح ولكن خلني اتاكد من رئيس الاركان العامه وارد عليكم. نعم. فاتصل وتاكد ورد علي قال لي ما فيش كلام هذا بكل. قلت له ارجوك يا سيد خالد على سكة من المشاكل هذه. احنا في حساسيه بين المنطقه. وكم مشاكل اراضي وكذا يعني مشاكل لا تخلو كل منطقة في ليبيا من مشاكل زي هذه. فموضوع المعسكر ما نقولش يكون فتنة بين أي منطقة جارة لنا. فدارت صلاتها وبلغت غرفة العمليات تاع الجيش الوطني بالموضوع بآخر المستجدات. وبلغت قوة درع ليبيا اللواء الغربية. وبلغنا حكماء ليبيا من الزاوية إلى صبراتة إلى جبل إلى زنتان. قلنا الموضوع فيه وفيه وفيه. أرجوكم دخلوا احنا ما يرضيناش احنا نكونوا في صراع مع جيراننا. على شيء ما يسالش يعني حتى شيء يستاهل ما يصيرش درجه دم ولا تخش بقوه مسلحه لمنطقه امنه او لمعسكر يتبع لي جهه اعتباريه في الدوله. وبعدين في التليفون اتصلت بسيد ابراهيم مخلوف رئيس مجلس محلي كباو. عرفت ربطني بعلاقه رجل محترم وطيب الحق نعرف انه رجل عاقل. اتصلت به قلت له يا سيد ابراهيم موضوع راهو في مجموعه منكم في تيجي قال لي معهم. قلت ارجوك يا سيد ابراهيم كلم الشباب ينسحبوا من المنطقه وإذا في حاجة في أمر منطقة العسكرية الغربية وفي مجلس المنطقة هنا وفي عيال وفي عقل يعني تفضل تبي حاجة تفضل. كان عنده تكليف من رئيس الأركان. قلت حتى لو عندك تكليف ما تجيش بالطريقة هذه. كان عندنا هنا دبابات ناخذوهم. قلت دبابات أصلا مقصفة من الناتو كلهم بيعتبروا شبه رابش يعني ما ينفعوكش. فبلغته قلت له يا إبراهيم كان فيه مودة بيناتنا خبر الشباب من المعسكر. وكفينا من الدماء الموجوده، كان في حاجه نحل بالعقل ما نحلش بالطريقه هذه. فالحقيقه اعطاني كلام طيب اللي حاول نسحب الشباب. انقطع التليفون بالامانه يعني حق تمت المكالمه وقلت باك الراجل يسحبهم. فما انسحبوش قعدوا ممكن الساعه 4 العشيه ولا الساعه 5. وصارت مناوشه بين طبعا المعسكر جاي في منطقه سكنيه. فجيران المعسكر حس ضايقوا من وجود القوه استنوا ساعه ساعتين ثلاثه اربعه ما صار شيء. فصار شباك بينهم بين القوه الموجوده في المعسكر. وانسحبوا من معسكر تيجي الى جبل فوق ونصبوا دبابات وقال القوات الصاروخيه جرات ثم جرات وبدوا يقصفوا في منطقه سكنيه تيجي بجرات بدبابات. هذا محظور دوليا يعني القذافي لما قام تلك الشرعيه وسخبط شرعيته انقصف لمناطق سكنيه زي مصراته زي بنغازي بالاسلحه الثقيله. فبالك احنا جيران ونعتبروا احنا امتداد لبعضنا. صحيح خوتنا مزيغ وفي الشغل لكن احنا نعتبره ما فيش بيناتنا عداء سابق يعني صح في مشاكل اراضي واسباب الدوله والقضاء هو اللي يحلها مش نحل بطريقه القوه والنزاع والصراع. فهذا ما يحلش المشكله هذا بالعكس يموت منه وغادي واللي مات ولدنا في الاخير. نعم يعني يموت من طرفين هذا خساره للدوله الليبيه خساره لليبيا ولكل اهل ليبيا. نعم بالضبط. طيب يعني بيموت في بيته وهي ميت يعني شهيد. طيب. مش سيد صادق احترامي للشعب هذا مات شاء الله ربي يرحمه ونبلغ التعازي سيد صادق لوالديه. نعم. ولكن باي حق وانت وباي فتوى وباي شرعيه انت جيت هو ساعتك وقفت صحيح وعزز لنفسه داير ان تموت ولكن سيد صادق نعم نعم نحن الان لايضاح التبيان وايضا لتطمينه الراي العام وايضا للتغاضي عن الماضي والحديث عن اليوم. حاليا بعد أن ساد الهدوء نسبيا هذا الموضوع وتم ربما طي صفحته وتواصل الأعيان ومجالس الحكماء وتدخل من كان له مسعى في إصلاح ذات البين بين الإخوة وحتى أمعاء البطن تتعارك فيما بينها فبالك يعني الإنسان. حاليا دوركم في استتباب الأمن ودوركم الفاعل والناجع في حفظ الأمن حدثنا عن الأجواء هناك. هل تخلو المدينة من كل من هم فارين؟ كيف تعاملكم الآن وتواصلكم مع جهات الاختصاص وكان رئاسة الأركان وزارة الدفاع الداخلية؟
دور العناصر والإمدادات اللازمة لحفظ المنطقة وأيضا الشوارع والبيوت الآمنة. حدثنا عن الجانب الإيجابي ونبرز الدور البارز والأهم في أهالي صيعان في دعمها وأيضا مشاركتها الفاعلة في بناء ليبيا اليوم، وأيضا ملامح المستقبل لدولة المؤسسات ودولة القانون. لك الكلمة سيدي الصادق. شكرا شكرا. شكرا لله. منطقة باطن الجبل هي أحد المجالس المحلية في ليبيا، عدة مناطق تضم منطقة زقزاو، مجلس محلي زقزاو، ومجلس المحلي تيجي، ومجلس محلي أولاد طارق، ومجلس محلي النميرة الشمالية، ومجلس محلي بدر، ومجلس محلي قصر الوطية. فلها رقعة جغرافية كبيرة. نعم. ولها امتداد على الحدود الليبية التونسية. فاحنا منذ الوهلة الأولى سعينا إلى أن نفعل مؤسسات الدولة لاستقرار الأمة وللمصالحة بين الناس. فكانت في كل مدينة في ليبيا اختلاف وجهات نظر. كان هناك من مميز وهناك من معارض. ولكن المصلحة في الأخير احنا الليبيين كلنا، واحنا اخوت واحد. والآن الليبيين بعد الانتخابات يعني كلهم بايعوا الدولة الليبية الجديدة. وكانت نسبتنا، نسبة منطقة باطن الجبل، من أكبر النسب على مستوى ليبيا، ممكن من المناطق اللي كانت متفاعلة بشكل كبير. وتعدادها وصل لي ممكن رقم 11، لكن ممكن على مستوى دائرة غريان كانت ثاني وحدة، ثاني منطقة بعد غريان العرب. وتفاعلت الناس ودرنا مصالح، وزي ما يقولون الناس لولا يعبون نهار أمس. وتعرف الناس بطريقة جميلة جدا وبتفاعل أخوي. والآن المنطقة متفاعلة فيها مؤسسة دولة مراكز الشرطة تشتغل بكل إمكانياتها وبكل قوتها، ونشكر وزارة الداخلية في تفعيلها في هذا. أيضا لدور الجيش الوطني، كل العسكريين يشتغلوا بكفاءة تامة ويقودوا في المعسكرات قياديين وثوار وفعالين. ورغم قلة الإمكانيات ولكن بالمستوى الموجود عندنا صراحة بحسب الإمكانيات. يعني إحنا من المدة الأولى لما تقبلت الشكل الداخلية أعطينا اللي سمينا إحنا هذيك بالشؤون الأمنية. نعم. لفعل مراكز الشرطة وحطينا فيها ضابط تاير قيادي يحمل لسانس قانون ويحمل رتبة عسكرية وأكاديمي. وأعطيناهم 60 بندقية للشرطة بالذخيرة، وأعطيناهم سيارات مسلحة، وأعطيناهم تموين وقياسة ومرتباتهم جرينا معناها بطريقة كويسة، ما فيش حد عنده مشاكل إدارية. نعم سيد صادق، نثمن فيكم الروح العالية ومجهوداتكم البارزة من أجل أمن وأمان والنهوض ورقي البلاد، ومساعيكم كأهالي المنطقة في إبراز مجهوداتها في ظل ثورة 17 من فبراير، وأيضا دلالات واضحة وبينة لانضوائكم تحت شرعية الدولة، وأيضا انضواء كل مدن ليبيا وأهاليها ودعمها البارز والملفت في ذلك. شكرا لك، ونحييكم من هذا المنبر، ونحيي كل ثوار ورجال ليبيا المخلصين أينما كانوا. شكرا لك سيد صادق براق رئيس مجلس العسكري صيعان، كنت معنا في مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة ليبيا الوطنية من خلال هذه المساحة التي نطل فيها على كل المشاهدين وعلى كل أهالينا في ليبيا الحبيبة. شكرا لك. نعم، استمعنا لحديث السيد صادق براق رئيس مجلس عسكري صيعان، ودور المجلس ودور كل الثوار والأهالي في الوقفة الجادة بنهوض المؤسسات والمرافق الخدمية والأمنية للمنطقة وأهلها، وأيضا دورهم في حفظ بعض المعابر وأيضا الطرق التي تؤدي على المناطق المجاورة والحدود أيضا مع المناطق الجوار. نستكمل حديثنا في العديد من الجوانب. دوركم كثوار الصيعان مثلا الآن في بعد تشكيل الحكومة، ودوركم الملفت في انضوائكم، هل لديكم أرقاما تقريبية لبعض لعدد المنتسبين للداخلية والدفاع؟ أيضا كيف ترون المجهودات المجلس المحلي والعسكري في النهوض بالخدمات وأيضا المرافق مثل نظرائه من المدن والمناطق في إبراز كل منطقة تدلي بدلوها لأن تكون لها دور ملفت وبارز في نهوض من جديد بشكلها الإيجابي ومساهمتها الفاعلة والناجعة في الرقي البلاد؟ اسمح لي أخ محمد. نعم. أنا نقول لك بالنسبة للداخلية عندنا 520 تاير انضموا إلى الداخلية. نعم. إلى لجنة الأمنية العليا المؤقتة، وعندنا حوالي 129
تاير انضموا تحت لواء الدرع الليبي لواء الغربية، ومن هم مجموعة من عاد إلى بيته ومارس حياته الطبيعية، ومنهم من شغل الدور في المدارس المحلية اللي هي موجودة، ومنهم من بقى في سراية إسناد إلى وزارة الداخلية اللي هم الشرطة حتى يقوم بمهام على الوجه الصحيح. لكن المشكلة يا أخي، أنا أرى صمتا مرير من الدفاع، من هيئة الأركان، من الداخلية. نحن نريد ظهور ووجود الدولة. إذا كانت منطقة تيجي مخطئة فيجب من أخطاء أن يحاسب، وإذا كانت يعني أن نترك الأمر هكذا تجي إيجان مصالحة تفض المشكلة، هيا بالله عليك توقف 10-15 يوم وترجع من جديد، فهذا وضع ربما دعنا من أنت صارت يعني إذا كانت تيجي مخطئة يعني ربما لا بعض الأشياء لا ربما تحملها المناطق، ربما من نشير بالتقنين يعني الجملة يعني من أخطأ يسلم للعدالة أو للقضاء ويحال ويسأل قانونيا ويحاسب كل على أفعاله، بالمثل اللي بيقولوا كل يد تمسح على وجهها يعني. صحيح، فلا نحمل المناطق ربما بعض الأمور الخارج عن القانون. نعم بالتأكيد. فدور الداخلية يعني والناس هذه ما فيش واحد وقف على أرض، احنا ما نبوش مكاتب، نبو الصراحة هذه الفترة تريد رجل ينزل على الأرض يشاهد ما يحدث وما يجري حتى يصل إلى الحقيقة. لا نريد الصراحة رجال في المكاتب واللي بين يموتوا والدم اللي بين ينزل، لا نريد من يريد أن يمسك الداخلية، من يريد أن يجب أن يفعل الأمن، ويجب أن يحرص على دماء كل الليبيين. نعم. سوف نستكمل أطراف الحديث معكم ضيوفنا وأنت تحديدا سيد عمر، كونك عضو مجلس الشورى ولك ما تدلي في هذا الجانب، وكذلك سيد بشير كونك آمر سرية الشهيد محمد المدهون، فلك دور أيضا في إدلاء بعض الجوانب التي نطلع عليها كل المشاهدين. نستوقف لحظات مشاهدينا لنستمع لكلمة مجلس الشورى تيجي وكلمة درع ليبيا الموجود والمتواجد حاليا في المنطقة، ومن ثم نواصل جوانب ندوتنا فيما تبقى لها من مدة زمنية، فلنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. مفتاح الشايب عثمان، رئيس مجلس الشورى تيجي. أرحب بقناة ليبيا وجهودكم المخلصة لتحقيق الأمن والأمان في ربوع ليبيا. أترحم على روح الشهداء، ونتمنى من الله العلي القدير لجرحانا ومفقودينا للجرحى بالشفاء العاجل ومفقودينا بالعودة السالمة إن شاء الله. طبعا بخصوص ما يجري الآن من أحداث بين مدينة تيجي وكباو، هاتين المدينتين آمنين بإذن الله تعالى، لا علاقة لأزلام النظام كما يصرح به بعض الأشخاص، وهذه ما هي إلا فزاعات وآراء شخصية حتى من جيراننا أهالي مدينة كباو، وتربطنا علاقات جوار وعلاقات مودة بيننا وبين هذه المدينة. وكل الخلافات أو الأشياء التي تحدث الآن فهي من ورائها أشخاص لمآرب شخصية تخصهم، والمدينة آمنة والعلاقات الاجتماعية ماشية إلى الأحسن بإذن الله، والتواصل مستمر بيننا إن شاء الله لحل هذه الإشكالية. ونتمنى من الله العلي القدير أن نطفي هذه الفتنة، لأن الفتنة نائمة نعل الله من أيقظها، وجزاكم الله خير وإحسان إن شاء الله تعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أود أن نوجه تحية لكافة الثوار الأحرار من قبل ثوار درع ليبيا الذين ما انفكوا أن يتنادوا في كل مكان لغرض ردع الصدع الموجود ما بين الإخوة الليبيين، وكذلك لغرض حقن دماء الليبيين في كل بقعة من هذه الأرض الطاهرة. نحن الآن في مدينة تيجي، وتقوم قوات درع ليبيا لواء الغربية بتأمين هذه المنطقة بعد الأحداث التي نشبت ما بين الإخوة في كل من تيجي وكذلك كباو. هذا الصراع الذي نتج عن سوء فهم لبعض الثوار، مما أدى إلى استشهاد أحد الثوار من مدينة كباو، الأمر الذي أدى إلى بعض الاحتقان، ولكن الحمد لله تعالى استطاع قوات درع ليبيا أن تنهي هذا الصراع
ونحن الآن في الحد الفاصل ما بين ومساعي درع ليبيا وكذلك لجنة الحكماء في ردع هذا الصدع، استطاعت أن توقف هذا الصراع والحمد لله الآن الأمور تكاد. والمعسكر حقيقة لحد الآن تحت سيطرة درع ليبيا، والسبب في هذا الصراع نتيجة لتقاعس حقيقة بعض الجهات ذات المسؤولية في صنع القرار على تأمين هذا المعسكر، حيث توجد به عدد كبير من الدبابات وكذلك بعض الآليات المسلحة، رغم يمكن استعمالها بعد الإصلاح وبعض الصيانة. بعض الآليات بالإمكان الاستفادة منها، حيث أن قوات الناتو قامت بضرب مستودعات الأسلحة الموجودة في هذا المعسكر، ولكن بالإمكان الاستفادة من بعض الآليات الموجودة أو تخريدها في مكان التخريد وليس في هذا المكان. عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام بعد أن سمعنا لكلمة المجلس الشورى تيجي وكلمة درع ليبيا المتواجد في المنطقة، وبعد أن تابعنا هذه الكلمة نعود لاستكمال بقية جزئياتنا من الحوار خلال هذه الندوة. نعم، نعود لأطراف الحديث معك سيد بشير. كونك أمير سرية والآن أسلف بالذكر قبل قليل قبل أن نشاهد الكلمة سيد سلام عن يريد مشاهدة دور ملفت وبارز لمؤسسات الدولة من رئاسة أركان ودفاع وداخلية وعملها الميداني بعيدا عن أجواء وأروقة المكاتب والكراسي والمناصب، فقط يعني دور ميداني يتعايش مع المواطن ويشعر بالاطمئنينة ودور الفاعل للدولة. الآن وكونك أمير سرية تنضوي تحت شرعية الدولة، كيف هي رؤيتك يعني ورؤيتك كأمير سرية ورؤية كل الثوار وكونك أحد ثوار ليبيا بالكامل، كيف ترون الدور الملفت لقيام الجيش الوطني الليبي وأيضا الداخلية في القريب العاجل؟ هل لديكم ملتقيات؟ هل لديكم اجتماعات كمجلس أعلى لثوار ليبيا وأيضا منتسبي الدفاع والداخلية؟ هل هناك تدارس بعض الأمور وكنتم على بينة منها؟ نحن الآن نخرج عن حديثنا عن مناطقية بل كثوار ليبيا أجمع، فلك المساحة. سيد الفاضل علي يطول فيها الحديث باقتضاب يعني. لكن شو نقول لك عليه؟ طبعا هي الداخلية مادام ماسكة بواباتها وماسكة مراكزها وما من البلد، فاحنا دورنا الثوار نحاولوا احنا ما نطلعوش نكونوا في الشارع برؤية واضحة للناس. يمكن في بعض من الناس انه يشوف واحد لابس بدلة عسكرية يتأثر من الموقف هذا، لكن لما يكون شرطي ماسك في بوابة بالزي متاعها يعرف يتعامل مع المواطن، لكن هيك لا عسكري ما نعرفش نتعامل مع المواطن. لكن ندعمه احنا سرايا، سريتنا سرية دعم لهذه الشرطي وهذا الأمن في أي وقت فيه شيء معين، احنا طبعا دعمنا بسناد نتحرك في جميع الاتجاهات. لكن أكد لك أخوي العزيز من مناطق الجبل يعني بطن الجبل بصفة عامة آمنة ماشية الأمور، الناس تشتغل وأمورها طيبة وما في شيء مضاوقات ما في شيء فهمت، وناس آمنة وناس طيبة وناس كويسة فهمت وعاقلة وعندها ناسها كبار وقاعدة ناسنا فهمت الكبار نحترمها وناخذوا في رأيها. نعم. والأرض أنت زور بطن الجبل تشبه حقيقة ما يدار. نعم. بالأمن الشرطة في كل بواباتها ماسكة الإنسان يعني في بدر وفي تيشي وفي جهات هذه يمشي حتى في الليل أمن، ما عندناش مشكلة بكرة إحنا تطلع معي في أي وقت تمشي لبوابات هذا من الجبل الغربي بصفة عامة وبدأت بطن الجبل آمنة. وأكثر دليل على ذلك ما عندناش قضايا اللي هي كانت في العهد السابق، ما عندناش قضايا يعني اللي ما اختطاف مثلا أو تعرض لطريق الحمد لله، هذا دل على شيء دل على حرص ومذا الروح العالية والمهنية والواجب. هذه الفترة الأولى من التحرير كانت توجد بعض الشوائب يعني من 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 أثرها في قبيلة معينة أو شيء، ولكن لله على الحمد كل لله تو الأمن مستدب ونطلب منك زيارة المنطقة وتشوف بإذن الله. وإن لم نستطع ذلك يعني ربما حتى عدسة كاميرتنا ومراسلينا في ربوع ليبيا الحبيبة سيتجهون لهناك لتسليط الضوء أكثر.